مرحبا بكم. للوقاية من الإمساك في شهر رمضان المبارك بإذن الله، يحتاج الصائمون للقيام بعدة أمور، ومنها الإكثار من تناول الماء والعصائر الطبيعية والشربات خلال الفترة بين الإفطار والسحور بما يعادل 8 أكواب من السوائل، والحرص على التقليل من شرب الشاي والقهوة لأنهما يدران المزيد من البول ويؤدي ذلك إلى فقد السوائل. كذلك يوصى بإضافة بعض البقوليات والذرة إلى أطباق الأرز والمعكرونة، ويوصى بتناول الخضار والفواكه الطازجة والتمور يومياً، ويقترح تناول خبز القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض لأنه يحتوي على الألياف. ومن المهم أن تتم ممارسة بعض الرياضات الخفيفة كالمشي يومياً خلال فترة الإفطار، والحرص على تجنب قلة الحركة، ويجب الاستجابة لرغبة استخدام الحمام للحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية. ورغم أنه يوجد عدة أدوية تستخدم لمعالجة الإمساك وتسمى الملينات، إلا أنه يوصى بعدم استخدامها إلا باستشارة الطبيب. وأتمنى لكم الصحة والعافية وصياما مقبولا.